إذن سيادة العقيد، هل تعتقد بأن المحادثات التي جرت اليوم بين كل من رئيس أردوغان ورئيس بوتين من الممكن أن تسهم في دفع عملية السلام في مدينة إدلب؟ إذن هناك إرادة تركية في هذا الاتجاه، ولكن لنرى هل أن التقدم الذي حرزته القوات الروسية في منطقة خان شيخون وربما في شمال حماة سيغري الروس في التنصل من مسؤولياتهم أو إعادة التفكير في تعديل اتفاق سوتشي؟ هل توافق تركيا على هذا الشيء، أو هل توافق حتى فصائل المعارضة السورية التي تخوض حرب قوية وقاسية ضد المحتل الروسي والإيراني؟